حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة صحافية جديدة في صدى الأقلام من الرافدين، ونبدأ بأبرز العناوين. في المدى، خبراء وأطباء العراق على أعتاب تسونامي أمراض نفسية من جراء الحظر والإغلاق. طالع في الزمان، مراقبون تحرك حكومي لاحتواء موجة الاحتجاجات الغاضبة. نقرأ من العربي الجديد، مسيرات حاشدة ومواجهات في الضفة الغربية نصرة لغزة. وفي فورين بوليسي، أو جيش الاحتلال في القدس العربي يشن قصفا جنونيا في غزة وانتشال شهداء من تحت الأنقاض. أما في فورين بوليسي، الأحداث في غزة وداخل إسرائيل، فجأة بايدن وليس لديه الكثير ليقدمه للفلسطينيين. مجلة ناشونال انترست، صواريخ المقاومة الفلسطينية تهز أسطورة القبة الحديدية الإسرائيلية. وفي فاينانشال تايمز، إسرائيل أمام أسئلة وجودية مع انتفاضة الداخل. لا يخفى على أحد حجم الفساد في العراق الذي وصل إلى مرحلة لا يمكن إصلاحه بالطرق التقليدية ووفق النظم الإدارية والقوانين النافذة، والسبب في ذلك هو انتشار الفساد أفقيا وعموديا في المجتمع، فهو ينتشر من القمة إلى القاعدة، وهذا ما صرح به كبار المسؤولين في العراق بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبقية كبار المسؤولين إلى أصغر مواطن في الدولة العراقية، فالكل يجمع على أن آفة الفساد بدأت تنخر مؤسسات الدولة كافة. يمكن تقسيم الفساد في العراق لأربعة أنواع. أولاً، فساد بغطاء ديني، حيث يقوم هذا النوع من الفساد على فتاوى دينية فاسدة من قبل معممين فاسدين أيضاً، إذ تنص هذه الفتاوى على أن يدفع الفاسد المرتشي أو السارق الخمس لهؤلاء المعممين، وبهذا يكون هذا المال حلالاً على من سرقه. وهذا النوع هو أخطر أنواع الفساد، لأنه يمنح شرعية دينية وإن كان الدين بريئاً من هذه الفتاوى الفاسدة. واليوم نشاهد أغلب المعممين يعيشون في حالة ثراء فاحش. ثانياً، فساد محمي سياسياً، وهذا النوع من الفساد لا يقل خطورة عن الفساد الأول، وهو يعتمد على حماية الفاسدين من قبل قوى سياسية مقابل نسبة مما يسرقه الموظف والمسؤول الفاسد. وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الدولة العراقية منذ تأسيس العملية السياسية المعتمدة على المحاصصة الطائفية والحزبية، وأن رئيس الوزراء أو الوزير لا يستطيع محاسبة هذا الفاسد خشية من كتلته السياسية التي تهدد من يعترض على ممثليها في الحكومة، وممكن أن تقوم بحجب الثقة عن الوزير أو حتى رئيس الوزراء، وبهذا ممكن أن يفقد المسؤول منصبه ثمنا إذا ما قام بمحاسبة أي مرتش أو سارق في وزارته، وهذا الذي نلاحظه في جميع الحكومات المتعاقبة في العراق. الفساد في العراق إذن هو متساوٍ وموزع بشكل متساوٍ بين جميع القوى السياسية، سواء التي تسمي نفسها إسلامية أو قوى علمانية أو ليبرالية في الدولة، وهو أيضاً متساوٍ ما بين جميع القوميات وأتباع المذاهب الدينية، سواء الشيعية منها أم السنية، فلا توجد فئة مستثناة من هذا الفساد كما يقول الكاتب. كشف مراقبون عن تحركات يجريها مستشارو الحكومة في محافظات كربلاء والنجف وذي قار لاحتواء موجة التظاهرات التي شهدتها بعض المدن احتجاجا على استهداف الناشطين.
وقال مراقبون في تصريحات نقلتها صحيفة الزمان أن مستشاري رئيس الحكومة بدأوا تحركات واسعة في كربلاء والنجف والناصرية لاحتواء التصعيد الاحتجاجي للمتظاهرين بعد اغتيال عضو الحراك الشعبي إيهاب جواد البزوني في كربلاء، وتتخوف الحكومة من نقمة الشارع على القنصليات الإيرانية في العراق. إن السفارة الإيرانية لم تتطرق في بيانها إلى اغتيال الوزني أو الشروع في قتل أحمد حسن، بل نددت المساس بقنصليتها في كربلاء. البيان نوه إلى فضل إيران على العراق في دحر الإرهاب وداعش الذي لم ينتهي بل انحسر تأثيره. وأما الإرهاب فإنه ليس حكرا على داعش. يجب على الحكومة توضيح ما جاء في بيان السفارة بشأن دعم العراق بالكهرباء والغاز، وهل هو مجاني أم بسعر مخفض. وتابع أن السفارة أهابت بالأمن العراقي بكشف قاتلي الوزني ومهاجمة القنصلية، في إشارة لمعاناة عائلة الوزني والقنصلية من عدو قد يكون واحد الفكر أو عدوين مختلفين. وأعتقد أن وزارة الخارجية الإيرانية هي المعنية بمخاطبة الأمن العراقي عبر الخارجية بشأن موضوع تهديدات القنصلية، أو على الأقل أن لا يصدر البيان بهذه المكاشفة التي لو أنها صدرت من سفارة العراق في إيران لعدته تجاوزاً للعرف الدبلوماسي، مبيناً أن السفارة لم تعلق على تسهيلات العراق للشركات الإيرانية التي يهاجمها الشارع بالنقد لأنها أبرمت صفقات مدفوعة المال غير منفذة، لافتاً إلى أن دفاع السفارة عن نفسها بعدم التورط في العمليات حق مكفول، والادعاء بالتورط أيضاً حق مكفول، وأن الفيصل بين الادعاءين الوثائق والأدلة والقضاء وليس البيانات أو الاتهامات. وكانت أطراف سياسية ومدنية قد أعلنت تعليق مشاركتها في الانتخابات المقبلة، أبرزها البيت الوطني والحزب الشيوعي وحزب الشعب للإصلاح، فضلا عن الاتحاد العراقي للعمل والحقوق وحركة نازل أخذ حقي والجبهة المدنية الديمقراطية وتياري بنات العراق والتي تضم بمعظمها ناشطين ومتظاهرين. بعد عام 2003 وما يسمى مجلس الحكم، أمريكا لم تأتي بعراقيين سياسيين لكي يحكموا العراق. ولو بحثنا عن جميع أعضاء ما يسمى مجلس الحكم فلن نجد لدى أي منهم قدرة الإقناع أو القيادة لفرض النظام وإعطاء حقوق الشعب العراقي التي سرقت أمام أنظار الجميع. وهذا ما جاء في مقال للكاتب سلام المهندس في موقع كتابات. لم يكن في خلد آل الحكيم عند دخولهم العراق أنهم سيحكمون ويزدادون ثراء فاحشا من سرقات أموال الشعب، بل كانوا متوقعين أنهم يعتكفون بالمساجد وسيمارسون طقوسهم الدينية حتى يأتيهم أجلهم ويتم دفنهم في مقابر النجف، حالهم كحال العراقيين الذين توافيهم منيتهم. ولم يكن في خلد آل الصدر المسمى مقتدى أن يكون قائدا للملايين من أتباعه وهو يعاني مرضا نادرا من فصام الشخصية، ويملك طائرات خاصة وسيارات مصفحة، ويتقلدون أتباعه مناصب الحكم. ولم يكن في خلد المالكي أن يتسلم منصبا من مناصب الحكم لقيادة دولة العراق، وكان جل أحلامه اعتكافه في قضاء طويريج والتسلم منصب بسيط داخل القضاء بعد الغربة الطويلة التي قضاها خارج العراق، ولا في خلد الجعفري لتسلم حكم العراق وهو يعاني من أزمات نفسية من مصحات عالمية تجعله غير مؤهل نهائيا لتسلم مثل هكذا منصب سيادي. وغيرهم الكثير من هذه الشخصيات التي لم نكن نسمع عنها نهائيا ولم يسجلوا سابقا في ملفات الحكومة السابقة كشخصيات تهدد أمن العراق. إيران كانت تلعب في الخفاء من خلال أدواتها من هذه الشخصيات وترسم طريقة دخولها ووضع يدها في العراق، واستغلت منفذ الطائفية للدخول للعراق. أضاف الكاتب: الفقر الذي يعانيه الشعب وصرخاتهم تجابه بالصمت، يطالبونهم بالصمت وأن يمزجوه بآيات وبشر الصابرين، وكأن الصبر كتب على الفقراء ولم يكتب لغيرهم.
نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لجيمس تروب الزميل في مركز التعاون الدولي في نيويورك وكاتب العمود في المجلة، أشار فيه إلى ما يمكن وما لا يمكن لإدارة بايدن عمله للفلسطينيين. أضاف أن جوزيف بايدن ربما أراد المساعدة ولكنه ليس مستعدا لدفع الثمن. في مذكرة نشرت في شباط فبراير بعنوان إعادة ترتيب العلاقة الأمريكية الفلسطينية والطريق للأمام، اقترح فيها المسؤولون إعادة ضم النسيج الرابط الذي مزق في السنوات الماضية والتأكيد على حل الدولتين وإعادة الدعم للفلسطينيين. واعتقد المسؤولون أن لديهم الكثير من الوقت للملمة ما تركه ترامب، وكانوا مخطئين، ذلك أن العنف اندلع مرة أخرى في المنطقة بطريقته المخيفة العادية والمرعبة الجديدة. وهذه المرة قام المستوطنون والحكومة الإسرائيلية بخلخلة الوضع القائم الهش من خلال التهديد بطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والهجوم على الفلسطينيين الذين تجمعوا في بوابة دمشق في القدس الشرقية المحتلة، ومن ثم على المصلين الذين تجمعوا للصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة الأخيرة من رمضان. ورد الفلسطينيون بطريقتهم، ثم بدأت حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وردت هذه بغارات جوية وإرسال قوات برية، ومن هنا اندلعت الحرب لأول مرة منذ العام 2014 بطريقتها الطقسية الغريبة وشكلها الذي عادة ما تتخذه في المنطقة. وعليه فقد فاجأت الحرب إدارة بايدن وردت بطريقة عفى عليها الزمن للتأكيد للصهاينة دعمها الثابت لهم والتعبير عن القلق العظيم من الطرد المستمر وتدمير البيوت في القدس الشرقية. علقت مجلة ناشونال إنترست الأمريكية على إخفاق نظام القبة الحديدية الذي يستخدمه الكيان الصهيوني في التصدي للصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي القوى الفلسطينية من غزة، مؤكدة أنه لا يوجد نظام صاروخي تقليدي مهما كان متقدما يتمتع بحصانة تامة ضد الهجمات الصاروخية المكثفة. قدرات فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي على توجيه ضربات صاروخية مكثفة للداخل الإسرائيلي لم تتطور فحسب منذ ذلك الوقت، بل إن الحركتين عمدتا باستمرار إلى تكييف تكتيكاتهما من خلال إطلاق الصواريخ في مسارات منخفضة بهدف الحصول على فرص أفضل لاختراق شبكة الدفاع الصاروخي للجيش الإسرائيلي. ويقول الكاتب إنه يعتقد أن كل بطارية نموذجية في منظومة القبة الحديدية تضم 3 إلى 4 قاذفات تحمل كل منها 20 صاروخا اعتراضيا من طراز تامير، لكن من غير الواضح على وجه التحديد عدد البطاريات التي دخلت الخدمة خلال النزاع الحالي، على الرغم من أن هذا الرقم لا يقل عن 10. ويشير إلى أنه إذا أطلقت كل من حركتي حماس أو الجهاد كمية كافية من الصواريخ على موقع محدد خلال فترة زمنية قصيرة، فمن الممكن جدا أن تتمكن من اختراق شبكة القبة الحديدية وإلحاق خسائر كبيرة بالبنيات التحتية الحيوية أو المناطق المأهولة بالسكان. وأضاف الكاتب أن هذه تعد نقطة ضعف خاصة بمنظومة القبة الحديدية، بقدر ما هو انعكاس لحقيقة أنه لا يوجد مطلقا نظام دفاع صاروخي تقليدي مهما كان متقدما محصن تماما من الضربات الصاروخية المكثفة. تحل الذكرى 73 للنكبة الفلسطينية في وقت تتصاعد فيه المواجهات في الأراضي المحتلة وتتحول الانتفاضة جديدة ضد الاحتلال والضم والحصار، ويجري ذلك كله بعد تغيرات عميقة طرأت على البنى السياسية الصهيونية والفلسطينية وعلى الأوضاع الإقليمية. ما يجري منذ أيام في فلسطين يظهر أن مرحلة الكمون أو ضمور الفاعلية الكفاحية ميدانيا في العقدين الأخيرين كانت أيضا مرحلة تحولات في الثقافة السياسية الفلسطينية وفي اللغة وفي التواصل بين الداخل والخارج، نتيجة تراكمات ونضالات تاريخية لم تختفي أثارها.
ونتيجة مستجدات هي تلك التي ضخها جيل جديد ووفرتها وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والمدونات. فمن حي الشيخ جراح في القدس إلى غزة، ومن حيفا ويافا واللد وعكا إلى مدن الضفة الغربية ومخيماتها، ومن بيروت إلى عمان فباريس ولندن وواشنطن، تتكرس هوية وطنية فلسطينية منفتحة على العالم، وتبرز لغة جديدة ومصطلحات تربط الكفاح الميدانية مواجهة الاحتلال وعنفه المتواصل بالكفاح ضد العنصرية والمظالم وضد الاستعمار ومحي السكان الأصليين في أماكن أخرى من العالم، لا سيما في أمريكا، حيث شهد المجتمع وتمثيله السياسي مؤخرا الكثير من التبدلات الدافعة نحو انعتاق هذه المصطلحات واستخدام متسع لها من قبل سياسيين وأكاديميين. وليس أكثر دلالة من أصوات المنتخبات التقدميات في الكونغرس وأصوات بعض النشطين السود والرياضيين للإشارة إلى هذا الربط الناجح بين الكفاح التحرري في فلسطين وفي أوساط الملونين في الولايات المتحدة نفسها. وفي الخلاصة، تذكر انتفاضة الفلسطينيين اليوم أن التطرف الصهيوني وجرائمه التي لم تتوقف منذ 73 عاما والتي تجوهلت أو عدت أمرا واقعا يمكن القفز فوقه والتعامل مع شؤون الشرق الأوسط بمعزل عنه، هي من أبشع المظالم التي تتعرض لها شعوب هذه المنطقة، ولا سلام ولا استقرار من دون وضع نهاية لها. ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة مروعة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الخميس بعد أن شن قصفا جنونيا من ليلة الخميس الماضية بعد أن شن قصفا جنونيا على منطقة شمالي غزة. وقال فخاية درعي الناطق باسم الجيش في بيان له، منذ منتصف ليلة الخميس شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية، استخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا بغضون نحو 40 دقيقة. عقب انتهاء الهجوم، انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطينية جثامين 5 شهداء فلسطينيين بينهم أم وأبناؤها الثلاثة من تحت ركام المنازل المدمرة بسبب هذا القصف الصهيوني على بيت لاهيا شمالي غزة. نبقى الآن مشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صداق لام جديد من الرافدين في رعاية الله.